مصر للأمم المتحدة وتحذير سد النهضة له مخاطر وجودية للشعب المصري ولنا أن نحمي حقنا. وعاجل الداخلية المصرية تحقق في قضية صادمة اختفاء 3 أطفال في مصر، وعاجل الجيش الليبي يفجر مفاجأة حول تحرير 8 مصريين في ليبيا، ورئيس هيئة قناة السويس ينشر مفاجأة لأول مرة لكل المصريين، ننشر لحضراتكم التفاصيل، ولحوم آدمية في ثلاجة وعدد كبير من الأسلحة، تفاصيل صادمة في قضية أخطر مجرم في قنا بمصر، وأزمة الغواصات استدعاء السفراء في أمريكا وأستراليا، وهل مصر ستربح أم لا، ننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. ومصر للأمم المتحدة وتحذير سد النهضة له مخاطر وجودية للشعب المصري ولنا أن نحمي حقنا. أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق بشأن سد النهضة أن مصر لم تكن يوما تعارض حق إثيوبيا في التنمية، لكنها تشدد على أن الحق في الحياة يعلو ويسمو ولا يعلى عليه، وتابع لأننا نتعامل مع أمر له مخاطر وجودية فيحق للشعب المصري حماية حقه في الحياة. أشار إلى اعتماد مجلس الأمن الدولي لبيان رئاسي محوري يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على سرعة استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي من أجل التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة في إطار زمني محدد، معربا عن سعادته لاعتماد مجلس الأمن للبيان الرئاسي هذا. أوضح أن البيان بيعكس رغبة مجلس الأمن وتشجيعه للدول المراقبة للعملية التفاوضية لتقوم بدور تسهيل القضايا العالقة للتوصل لاتفاق، شدد على أن ما تحقق بعد استجابة طيبة من مجلس الأمن لمطلب مصر والسودان، والتي انعكست في عقد المجلس لجلستين حول قضية سد النهضة خلال عام واحد. أعرب أسامة عبد الخالق عن أمله في التوصل لاتفاق قانوني ملزم حال توفرت الإرادة السياسية، أعرب عن تطلعه لدور نشط للمراقبين المساهمين وتقديم أطروحات وتقييمات للمساهمة في حل القضايا العادلة، وتوجه بالشكر لتونس العضو العربي والإفريقي بمجلس الأمن الذي اطلع بدور بارز للتوصل لهذا المخرج الذي يصدر بتوافق ويعبر عن إرادة جماعية لمجلس الأمن. رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في إطار المسؤولية عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي بغرض الانتهاء السريع من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول. أكدت وزارة الخارجية المصرية أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تسيير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أي مسائل أخرى عالقة. مصدر معنا كان من اليوم السابع. مصر للأمم المتحدة تحذر سد النهضة له مخاطر وجودية للشعب المصري ولنا حق في أن نحمي مقدرات الشعب المصري. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. يعني موضوع سد النهضة انتهى بأن في اتفاق خير وبركة، انتهى بأن لازم مصر تقوم بحماية حق شعب مصر بأي طريقة كانت، كده أو كده إن شاء الله مصر في حمى الله. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا ومهم، وعاجل الجيش الليبي يفجر مفاجأة حول تحرير 8 مصريين.
أعلن اللواء 3 أربعات قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية في ليبيا تحرير 8 مصريين مختطفين في مدينة بني وليد. وذكر بيان اللواء أنه في إطار الخطة الموضوعة لمحاربة التهريب والعصابة الإجرامية الخارجة عن القانون، اقتحمت مفارز اللواء 3 أربعات قتال فجر اليوم عدة أوقار للخارجين عن القانون في مدينة بني وليد، وقامت بتحرير 8 مختطفين من الجنسية المصرية من أحد الأوقار. وأضاف البيان أن المختطفين كانوا يطالبون أهالي المختطفين بدفع فدية مالية مقابل أن يفرجوا عنهم. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجلة داخلية المصرية تحقق في قضية صادمة اختفاء 3 أطفال من مصر. سادت حالة من القلق بين أهالي قرية عياش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بمصر بعد اختفاء شقيقين وابن عمتهم منذ صباح الخميس الماضي في ظروف غامضة. وفوجئت أسر الأطفال محمد ومصطفى رجب الجويلي وابن عمتهم معاذ سامح زنفل باختفاء الأطفال الثلاثة. وحاول الأهالي تتبع كاميرات المراقبة وشاهدوا أن آخر تواجد للأطفال كان بالقرب من محطة القطار. بدورها قالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إنها تلقت إخطارا بتحرير أسر الأطفال الثلاث محضرا بتغيبهم في ظروف غامضة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث الجنائية لتتبع خط سير الأطفال وتحديد مكان تواجدهم. مصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ورئيس هيئة قناة السويس ينشر مفاجأة لأول مرة لكل المصريين. وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن إجمالي إيرادات القناة على مدار 65 سنة الماضية وبعد التأميم بلغت نحو 129 مليار دولار من خلال مرور 1,000,000 سفينة للمجرى الملاحي. وأضاف ربيع أن قناة السويس شهدت عبور 1.2 مليار طن بضائع خلال العام الماضي، ولم يتم استغلال هذه البضائع من خلال إعادة التصنيع وزيادة قيمتها المضافة، وهو ما يجب أن يحدث. وأوضح أن بعض السفن العملاقة التي تمر عبر قناة تحمل نحو 24,000 حاوية وتحتاج لميناء ضخم مثل ميناء شرق بورسعيد، وهي جاهزة لاستقبال كافة أنواع السفن في العالم، مؤكدا أن استغلال 200,000 طن فقط سوف يساهم في مضاعفة حجم الإيرادات وضخ استثمارات في المنطقة اللوجستية. وأشار إلى أن محافظة بورسعيد هي منطقة 3 قارات وتحدها قناة السويس، وهي أهم مجرى ملاحي في العالم، لافتا أن منطقة شرق بورسعيد تطورت بشكل كبير وأصبحت منطقة واعدة وجاهزة لاستقبال مختلف الصناعات. ولفت إلى أن موانئ بورسعيد أصبحت تعمل بأنظمة الجيل الرابع وأصبح بها صناعات لم تكن موجودة في السابق نتيجة للتجهيز الجيد اللي شهدته المنطقة. أكد أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الثقة في قناة السويس بعد نجاح رجالنا في إنقاذ السفينة جانحة إيفر جيفن في وقت قياسي لم يتجاوز 6 أيام، في حين أن أغلب الخبراء كانوا يقولون أن عملية الإنقاذ تحتاج أسابيع وشهور. وتابع أن عملية الإنقاذ تمت بدون أي خسائر سواء في الأرواح أو جسم السفينة أو البضائع المحملة، وهو أمر غير مسبوق في العالم. نوه بأن الهيئة تساعد دائما في عمليات التكريك بمختلف الموانئ بصفة مستمرة. مصدر معانا كان من الشروق. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وغريب. لحوم آدمية في ثلاجة وعدد كبير من الأسلحة، تفاصيل صادمة في قضية أخطر مجرم في قنا بمصر. كشفت التحقيقات النيابية في مصر عن تفاصيل جديدة حول ارتكاب مواطن جريمة بشعة في مدينة قنا أثارت الرأي العام. أوضحت التحقيقات أن مجرم قنا امتلك عدد من السيارات لم يعرف بعد إذا كانت مسروقة، كما عثرت فرق التفتيش على كمية من اللحوم داخل ثلاجة المتهم يرجح أن تكون لجثة آدمية، كما أمرت النيابة العامة بالتحقيق في مصدر الأسلحة التي كانت بحوزة الجاني
والتي كان من بينها جهاز تصنيع قنابل و1900 طلقة متنوعة وقنابل يدوية ومدفع RPG وثلاث بنادق واثنين رشاش. يذكر أن قوات الأمن المصرية داهمت صباح الخميس الماضي منزل المتهم الذي يملك سجلا إجراميا في قضايا قتل وفرض سيطرة وغيرها، وبعد تبادل النيران مع الشرطة أسفر ذلك عن تصفيته. وأثناء تفتيش المنزل عثرت الأجهزة الأمنية على ثلاث جثث متحللة داخل المنزل، فضلا عن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمخدرات. وتبين أن الجثث تعود لزوجتيه وابنته، حيث قتلهن واحتفظ بجثثهن داخل المنزل قرابة 3000 ساعة. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وأزمة الغواصات. استدعاء السفراء في أمريكا وأستراليا، وهل مصر ستربح أم لا؟ وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان إن باريس استدعت سفيرها لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا من أجل مشاورات، وذلك بعد إلغاء صفقة الغواصات. ذكرت النبأ العاجل شبكة فرانس 24 الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية من دون التطرق للمزيد من التفاصيل، يشار إلى أن العلاقات الفرنسية الأمريكية قد دخلت مرحلة من التوتر مؤخرا بسبب إلغاء أستراليا صفقة غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك ليكم التعليق، وهل مصر هتفوز بهذه الصفقة؟ صفقة الغواصات يعني مصر دايما معروفة أنها يعني بتستحوذ على الفرص الذهبية دي، فإن شاء الله لو هذه الصفقة فيها الخير لمصر ربنا يوفق مصر في يعني الاتفاق على هذه الصفقة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا الغواصات دي غواصات نووية، يعني اللي فرنسا كانت هتصنعها لأستراليا هي نوعها نوع نووي، ولكن كانت هتصنعها لأستراليا والمحرك بتاعها هيعمل بالديزل بدل محرك نووي. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. تعالوا نشوف مع بعض خبر أخير معانا، وطلب مهم من النيابة العامة لكل المصريين، وطالبة النيابة العامة في مصر عدم تداول أو نشر فيديو انتحار فتاة مول سيتي ستارز في مصر، وقالت أن قرارها لكونه لم يراعي حرمة الموت. النيابة قالت في بيان أنها تلقت بلاغا بسقوط فتاة من الطابق السادس بالمجمع التجاري سيتي ستارز بمدينة مصر ووفاتها بعد نقلها إلى المستشفى، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام من نشر واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع مصور تضمن قفز الفتاة من الطابق المذكور ومحاولة أحد الأشخاص إثنائها عن ذلك، يعني كان عاوز يبعدها عن الانتحار، فبادرت النيابة المختصة بالتحقيق في الواقعة. وأضافت وفق ما رصدته النيابة العامة من نشر للمقطع وتباين الآراء حول سبب إقدام البنت اللي توفت وأقدمت على الانتحار تشكيك البعض في ذلك، فإنها تؤكد أن الخوض في تلك الأمور من شأنه المساس بحرمات الحياة الخاصة التي لا صلة لها بالواقعة الجنائية. النيابة أكدت أنه من غير الجائز تناول المادة للحديث عنها بين عموم الناس، لافتة إلى أن ذلك قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. كما أهابت النيابة العامة بالكافة الامتناع عن نشر تصوير الواقعة مراعاة لحقوق أهلها ومشاعرهم، ونوهت إلى أهمية البحث في أسباب ظاهرة انتحار الشباب والسعي لتبديدها وتنشئة جيل واع منتبه. مصدر معنا كامل المصري اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. زي ما قلت لحضراتكم يعني في الفيديو السابق ان احنا يعني ما ينفعش نتكلم عن هذا الحادث، احنا بس يعني بنقل لحضراتكم الاخبار الرسمية، ما ينفعش نتكلم عن هذا الحادث عشان طبعا هي خلاص يعني توفت وراحت لربنا، ربنا يرحمها ويغفر لها ان شاء الله ويصبر اهلها باذن الله. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار، اتمنى اكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم ان شاء الله باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.